اسالك سؤال هنرجع له، بس سؤال مهم الحقيقه. امبارح في معظم الفترات اللي كنا بنتفرج على معظم المباريات منذ ان جاء موسيماني مديرا فنيا للنادي الاهلي، دائما هو اللي بيقف على الخط، هو اللي دايما بيبقى واقف على الخط، ما يعني ما بيخليش حد تاني يقف تقريبا، صح 99% باستثناء مباراه امبارح. اللي انا عرفته ان موسيماني نادى عليك وقال لك كمل انت النص ساعه دي او اقف على الخط انت النص ساعه دي. هل ده حصل ولا لا؟ فعلا ده حصل. حصل. يعني انت عارف يا كابتن برضو لما بيكون انت عاوز تنقل معلومه للعيب في اوقات معينه والكلام ده، فعلى بال ما هو بيقولها مثلا وانا بوجهها للعيب فبتاخد وقت شويه يعني. وانت عارف اللي كان ماتش برضو عصبي شويه، فكان عاوز يعني حد دايما ينبه اللعيبه بشكل سريع يعني. فلما انا وقفت والحمد لله ربنا كرمنا بالجون الاولاني، فقلت له اتفضل بقى تعال يعني تعالى مكانك يعني وكده الكلام. قال لي لا انت خلاص الحظ معاك كمل يعني. كمل انت. كمل. فالحمد لله يعني. بس هي كانت على سبيل التقدير اعتقد اكتر من اي شيء اخر، بمعنى ان هو شايف دورك، لانه البعض نقل لي ان هو اتكلم معاك في هذا بهذا الشكل، يعني انه انت تستحق ان انت تكون متواجد في هذا المكان. خلينا نكون برضو اومن يعني، هو ان مش اي مدير فني يعمل كده يعني. بالظبط. لما يكون عنده، دي النقطه اللي انا عايز اوصلها، عنده ثقه كبيره في نفسه. هو راجل ما شاء الله عنده ثقه كبيره في نفسه، بيدي ادوار لكل الناس اللي موجوده، عامل حاله كويسه في الجهاز وفي اللعيبه وفي اوضه اللبس. فطبعا بشكره طبعا على الثقه ديت، واتمنى ان شاء الله ان احنا دايما نكون في ظهره وان احنا نأدي دورنا ان شاء الله بشكل كويس يعني.